خلينا نقول افرح ان انا انثى، لان النبي عليه الصلاه والسلام كانت وصيته استوصوا بالنساء خيرا رفقا بالقولين من كان له 3 بنات هن المؤنسات الغاليات. البنات تمام، لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات ريحانه الدار، كان بيسمي السيده فاطمه كده ريحانه الدار. افرح ان انا انثى عشان انا طول عمري في ترفيه ودلال جوه البيت وبعد البيت وبره البيت هيزه كبيره. الدليل هو من ينشا في الحليه وهو خصام عليكي، هو في الخصام غير مبين. يعني ايه؟ طول عمرها في البمبيات والورديات والكفر البمبا ومش عارفه الدباديب والتوك والبتاع طول عمرها، ومن ينشا في الحليه. فامر طبيعي ان المراه طول عمرها ايه؟ شكلها حلو، ريحتها حلوه، طيبة الكلام، طيبة المعشر. منين ما تيجي ده في انثى، البيت ده لا اكيد البيت ده ما فيهوش حريم، تخش كده البيت مفعكش مكركب الشراب مرمي، لا ده بيت عزاب شباب ما فيهوش بنات. امتى اعرف ان في بنات؟ لما الاقي لمسات والاقي مش عارفه الطبق محطوط ازاي وورده ازاي. اوعى يكون الكلام ده مش حقيقي. اوعى. البيت اللي فيه بنات ريحته حلوه، منظم، معروف، ريحانة الدار يعني ريحتها حلوة وشكلها حلو وكلامها حلو، ده الظاهر. أنا عندي الأنثى بثلاث حاجات، أنثى يعني حياء. ما ينفعش أنثى أوصفها إنها بنت، ست، امرأة بدون حياء. وحياء يعني إيه؟ حياء مع النفس، حياء مع الناس، حياء مع الله. الحياة مع النفس له جانب إيماني وله جانب معيشي في الحياة. هقول لكم دلوقتي حاجات تدريبات وتقوموا تعملوها، واللي تنجح هسقف لها وادعي لها. لما أجي أتكلم عن اللي في الحياة الجانب الإيماني، هو أنا المفروض كأنثى يبقى عندي حياء من إيه مع نفسي؟ مين تقول؟ ها؟ إيه؟ لا ادوها المايك، انا مش سامعه حاجه خالص. اعملي كده ايوه شا. حياتي مع نفسي اني استحي ان اغضب الله مثلا او اعمل ده جانب ايماني مع لا مع نفسي استحي اعمل ايه؟ وتبقى من الانوثه وتبقى من الانوثه. هي ممكن تكون للإناث وللذكور بنفس الوقت. ما جاء الذكور دلوقتي. طيب بقى يعني. خلينا مجتمع خلينا هنا حبيبي. أن تكون عفيفة حتى مع نفسها، يعني حتى دعوتها ممكن ما تنظر. يعني الله عليكي، سقفة كبيرة. اسمك إيه؟ أمامة. أمامة، اللهم اغفر لأختكم أمامة. خذها الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب وإحنا معاها. قولوا آمين. طيب مع النفس، حتى انا بيني وما بين نفسي، مع اني مع نفسي، زي مين؟ زي سيدنا عثمان. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي. ايوه. نعم. لم يرفعها. صحيح. الله يفتح عليك. مع نفسي بهذا. اسمك ايه؟ شادة. منين يا شادة؟ اهلا وسهلا ما شاء الله. ايه لا ومال اللي مع النفس كده، حتى لو انا مع محايم حد مش شايفني، زي سيدنا عثمان رجل تستحي منه الملائكه، يعني زي ما قالت اختنا دخل ابو بكر ودخل عمر والنبي عليه السلام يكشف عن رجلي معه، لما دخل عثمان قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. جميل المعنى ده. البنات انا بتخيل انهم كده. حالي مع نفسي كده. طيب حالي الظاهري، ها حالي الظاهري ست، عقلا قلبا فكرا معامله جوارح. عقلا هحكي لكم قصه زوجة القاضي شريح. القاضي شريح بيقول تزوجت زوجته دي اللي هي حاليا معاه، وقعدت معاها 20 سنه، قعد معاها 20 سنه ما حصلش بينا اي خلاف واي مشاكل الا مره واحده وكنت لها ظالم، يعني حتى انا اللي كنت غلطان فيها.
تزوجها ازاي؟ مش من القبيله. زمان كان رجال القبيله يتزوجون من نساء القبيله، لكن هو كان على سفر هو وصاحبه، وبعدين دخلوا على مكان القبيله، فهم كانوا على مشارفها من الخان، فكان في خيمه فيها جاريه فطلبوا منها ماء، فطلعت اللي هي زوجته بقى، طلعت اللي هي سيدتها، قالت له لا ما تعطوهوش ميه، اعطوهم لبن، فهم بيبين عليهم اثر السفر والتعب، حسد بس الراجل وقع. الراجل قال خلاص راح اتزوجها. ليه؟ عندها فهمت. المرأة لما اجي اقول انت انثى فكرة ايه؟ واعية مثقفة، واحنا بنقول كده اعرف شيء عن كل شيء. اعرفي حاجة، لما تيجي تبقى قاعدة في محفل في مكان بتكلموا في موضوع، ها تعملي ايه؟ ابقى فاهمة، مبقاش مسلمة وعلى قدر من الدين والالتزام، وفي نفس الوقت انا معرفش ايه اللي بيتقال او معرفش الموضوع ده ايه. والثقافة دي الكلمة اللي الأخت هنا قالتها، قالت اقرأ، لو مين فيكم هنا تقريبا صح؟ قالت الأمة اللي النساء فيها لا يقرؤون، رجالها لا يقرؤون. الابن اللي عارف إن دايما أمه ماسكة كتاب مش موبايل، هيبقى ماسك كتاب مش موبايل.